تواصلا لتغطية موسم الشرقية 2019 الذي يتسق مع برنامج جودة الحياة 2020، زار موفد مركز الأخبار مهرجان الأحساء المبدعة الذي كان منصة تبرز التراث السعودي والحرف اليدوية على وجه التحديد. من الأحساء الزميل صالح يوسف زارها ووفانا بالتقرير التالي. 40 حرفة يدوية، بل هي 40 قصة تروي حياة الأحساء المتوارثة عبر مئات السنين في قلعة أمانة الأحساء التراثية، لينتهي المطاف فيها عبر البيت الأحسائي الذي يجسد واقع الحياة القديمة المشتملة على حياة الأسرة ذلك الزمان بمقتنياتها وآثارها. نحن هنا في احتفالية وفي عرس شعبي قديم يتواجد أكثر من 40 حرفة يدوية إضافة إلى الفنون. هدفنا الأسمى أن ننقل تلك الحرف ونحافظ عليها للجيل الجديد، وهو ما نشاهده وشاهدنا داخل دكاكين الفريج التراثي في ذلك المهرجان الذي تقيمه أمانة الأحساء. أولاد يستذكرون ماضي آبائهم من خلال هذه الألعاب الشعبية، أطفال جاءوا بلهفة ليسجل المهرجان حضورا واضحا في المشهد الاجتماعي الذي صور قيمة تراثية تحملها سجلات تاريخ الأحساء. شغلتي اللي هي نحت تراثي، سواء كان النحت التراثي الأحسائي أو الخليجي بشكل عام. دخلت طبعا من باب اللي هو الفضول، لكن بما أنها تطرق لها حق شغلنا احنا الاحسائيين التراثي القديم اللي انا طبعا ما شفته رغم انه موجود لكني انا ما شفته، فحبيت اني مثلا اتعمق فيه واخذه كاعتبره كان شيء من نوع الفني، يعني لابد ان احنا نحييه خصوصا ان الاجيال الجديده ما عندهم خلفيه عن له التراث القديم. 10 سنوات دخلت المدرسه، قمت ازوي لها معاهم في الاجازات الصيفيه وايام الجمعه، لان يوم واحد عندنا في الاسبوع اجازه. وبعدين مع الوالد هم بعد رحت في البنيان والنقوشات الجصيه واستمرت عليها الين الفتره هذه. والقد الان ان الواحد الحين كبر بس يبي يطلع الشغله ذي حق الاجيال الجديده يجون يشوفونها، لان في اجيال قاموا يجون اعتجبوا من شيء ما قد شافوه. مهرجان يأتي امتدادا لنيل محافظة الأحساء عضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية باليونسكو كأول مدينة خليجية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. فعاليات شتى تأتي ضمن منظومة أهداف موسم الشرقية الرامية إلى التعريف بالتراث والحضارة العريقة التي تختزنها هذه المنطقة بصورة مبتكرة ونقلها إلى الأجيال القادمة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من مدينة الأحساء.